ثم هم استقلوا في رسالة لها: لقد وضعت في رأسي مادة بتنعيم الشعر ولكنها تجعل لون الشعر أسود، فهل أكون قد ارتكبت إثما في ذلك ودخلت في النهي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء ويجنبه الصواب؟ ولكن ليس في شعري شيء ولا يكون فيه ضرر لأنني متزوجة، وإذا كان فيه إثم فماذا علي؟ وهل إذا كان في الشعر شيء مع أن النية تنعيم الشعر وليس طلبا للون، فما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الشيب يغير، يستحب تغيير الشيب ولكن بغير السواد، يغير بلون غير لون السواد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب بالسواد. واما غير الشيب فانه يبقى على لونه الاصلي الا اذا كان مشوها فانه يصبع بلون يزيل تشويهه، اما اذا كان عاديا وليس فيه تشويه فالاولى ان يبقى على شكله. واذا غير بشيء من الألوان وهو ليس بشيء فلا يصل ذلك إلى حد التحريم، لأنه لم يرد النهي إلا عن تغيير الشيء بالسواد. نعم.